بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، معكم الطالب خشي محمد، ثانية دكتوراه. أقدم لكم ملخص عن دراستي التطبيقية لاستخلاص البروبانول من الماء باستعمال مذيب، بحيث استخدمت زيت أساسي من نوع الكاريتوس المستخلص بتقنية التقطير واستعماله في النظام الثلاثي للتوازن محلول محلول. وسبب اختياري لمادة زيت الكاريتوس لأنها طبيعية غير ضارة واقتصادية. والآن نبدأ بخطوات مختصرة للدراسة التجريبية. الدراسة مرت بثلاث مراحل: أولاً، استخلاص زيت الكاريتوس، وذلك بإحضار أوراق الكاريتوس وتقطيعها لقطع صغيرة ووضعها بدورق زجاجي يحوي على ماء فقط، بحيث هذا الدورق يكون متصل بجهاز كليفنجر ويكون فوق موقد للتسخين. وتعتمد هذه التقنية على نظام التقطير الذي يعطينا أفضل النتائج من ناحية جودة الزيت الأساسي. أما المرحلة الثانية، استعملت هذا الزيت المستخلص في فصل الكحول بروبانول عن الماء، وذلك عبر مراحل مختلفة، بحيث مكنتنا النتائج من رسم منحنى الامتزاج مع مستقيمات التوازن للنظام الثلاثي. أما المرحلة الثالثة، وهي معرفة نجاعة الزيت الأساسي الذي قمنا باستخلاصه، حيث حسبت عامل الفصل فوجدته أكبر من الواحد، مما يدل على نجاعة عملية الاستخلاص ونجاعتها. أما كما استعملت نموذج NRTL من أجل مقارنة النتائج، فوجدتها مطابقة لنتائج المحصلة عليها، وبالتالي زيت الكاريتوس من أفضل المحاليل الطبيعية لفصل الكحول عن الماء. وشكرا.